مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا احكي لي عن بلدي. وكم جميل ان نحكي عن فلسطين، عن قرى فلسطين، عن تاريخ فلسطين. صراحة اليوم معاي زميل وصديق، انا افتخر انه انا دي صديق وباحث ومفكر فلسطيني وله يعني عشق للتراث والقصص الفلسطينية. عنده يعني هو موسوعة بنفسه، هو مش عنده، هو موسوعة في التراث والقصص الفلسطينية. رحبوا معي بصديقنا زهري عيسى أبو أحمد. أهلا وسهلا فيك أخ زهري. أهلا وسهلا، السلام عليكم ومرحبا بالجميع. اليوم أنا بعرف أنه عندك قصة جديدة إنه عن منطقة جميلة جدا في جنوب فلسطين، أو في الجنوب، في وسط فلسطين خلينا نحكي، اسمها عين حوض. أي نعم، يلا احنا كنا اذان صاغيه. اليوم إن شاء الله رايحين نحكي عن عين حوض. عين حوض الأمل بعد الألم، يعني أنا دائما بحكيها إنه في دائما أمل بعد الألم، بعد القتل، بعد التشريد، بعد الهدم، ولكن لا يمكن إنه نفقد الأمل. إحنا الشعب الفلسطيني زي ما حكيت دائما وأبدا إحنا قد نقتل ولكن لا نموت، والقصد إنه لا نموت إشي مجازي، يعني لا نموت لأننا نخرج من تحت الأنقاض والحمد لله، لأنه الأرض يوم تنبت أبناء الشعب الفلسطيني. قصة عين حوض أنا أتوقع أنه لازم كثير يعرفوها، ولكن خلينا نحكي للشباب، ممكن أنه غابت عنهم، ممكن أنا ما بعرفها صراحة. يعني في كل الأحوال أنا أعذر كل إنسان لا يعرفها أو حتى لا يعرف التفاصيل، ولكن خلينا نحكي لكم عن قصة عين حوض الجميلة الرائعة. وأنا ما بحكي يعني قصص خيالية، هذه قصص حدثت وما زالت تحدث أمام الأعين وقدامكم، والشخص اللي ساكن عندنا بيقدر يشوف ويتفرج، يعني مثل ما بيحكوها. قصة عين حوض هي قرية جميلة رائعة وادعة في جبال الكرك في جنوب حيفا، تقريبا 30 كيلو متر أزيادة شوي أنقص شوي جنوب حيفا، وجهة للبحر. يعني تصور أنك أنت في جبال الكرمل الجميلة الرائعة الخضراء، تسكن في قرية قمة الجمال. يعني أنا بحكي لكم صراحة لا أعتقد أنه في قرية فلسطينية بهذا الجمال. الأحراش تحيطها من كل الجوانب، الجهة الغربية بحر لأنك أنت مرتفع تقريبا حوالي 150 متر عن سطح البحر. المراعي في السهل، البيوت موجودة مبنية من حجر البلد، من حجر الجبل، رائعة جدا البيوت، جميلة جدا، مش رائعة ولا يمكن. أنا مثل ما حكيت لكم من البداية ما شفتش بلد أجمل. السبب ممكن إني أنا معجب فيها، ممكن يكون طعمي غريب وأنا كل واحد له طعمه، ولكن مبين إنه أنا طعمي وذوقي راع على عين حوض. عين حوض قرية وادعة صغيرة كانت تسكنها عيلة أبو الهيجة. مين أبو الهيجة هذول الجماعة الطيبين؟ على فكرة بس مشان أعطيكم معلومة، أبو الهيجة هو شخص كان مساعد صلاح الدين عندما حرر المسجد الأقصى. يعني أبو الهيجة كان مرافق لصلاح الدين في تحرير المسجد الأقصى، وبعد ما الحمد لله رب العالمين تحررت القدس وتحرر المسجد الأقصى. طبعا مشان تكون عندكم معلومة، صلاح الدين لم يحرر كل فلسطين لسبب انه ما كانش عنده قوة كافي يحرر يافا وحيفا وعكا والساحل السوري واللبناني، فحط كل جهده وكل قوته وحرر القدس، ولكن الساحل للأسف شديد ما حررش. ولكن أبو الهيجة المساعد صلاح الدين كبرت عائلته وانتشروا في فلسطين، واليوم عندنا في فلسطين عائلة أبو الهيجة ما شاء الله عليهم، عائلة نكون لها كل الاحترام والحب، وبالعكس هم احنا انا دائما بناديهم انتم احفاد صلاح الدين، يعني احفاد مساعد صلاح الدين، فاحفاد هم احفاد صلاح. يا عيني عليهم. في عندنا في فلسطين عائلة أبو الهيجة موجودة في الجليل، موجودة
تمرة في بلد اسمها كوكب أبو الهيجة، يعني بلد صغير جدا في جليل شرق عكا، مرتفعة 550 600 متر عن سطح البحر، هواءها عليل، قرية صغيرة جدا وادعة ورائعة، أهلها مثقفون جدا على فكرة، بس تكون معلومة عندكم، يعني مثقفون بمستوى عالي جدا، وكوكب اسمها أبو الهيجة، وهذه كل البلد يعني من دار أبو الهيجة. إحنا ما نحكي عن عين حوض اللي سكانها من أبو الهيجة. سنة 1948 هاجمتها عصابات صهيونية. عصابات الصهيونية مثل ما حكينا لكم وشرحنا لكم إنه كانت الفكرة الهجوم والنظام الهجومي على فلسطين إنه نيجي من الغرب باتجاه الشرق وما نخليش شيء ورانا، يعني بس ورانا العصابات الصهيونية بتحكي لك إنه خلي وراي بس البحر. ليش بس البحر؟ أنا بديش يكون ظهري مكشوف لأي إنسان يقاتلني، ظهري للبحر على أساس إنه يكون الإمدادات من البحر القادمة تمر بشكل سهل سلس، خاصة اللي جاي عن طريق السفن البريطانية، وإذا في حاجة رايحين نستعمل الأسطول البريطاني يقصف لنا بعض المناطق يمهد مشان نقدر نحتله. كوكب أبو الهيجة هاجموها من جهة الغرب. آسف مش كوكب أبو الهيجة، عين حوت، احنا على كوكب أبو الهيجة حبايبنا، ولكن عين حوت نفس العيلة ونفس البلد ما بعدناش. عين حوت هاجمت العصابات الصهيونية من جهة الغرب من جهة البحر، وفي أول هجوم طبعا ما نجحوش، لأنه إحنا صح إنه بنملكش كثير كمية كبيرة من السلاح ومفيش عندنا كثير بواريد وبقدرنا الذخيري، ولكن المدافع دائما له أفضلية بشكل عام. عدة هجوم عدة مرات هاجموا البلدة اللي اسمها عين حود، ولكن الحمد لله رب العالمين ما نفعش إنهم يحتلوها. فاضطرت العصابات الصهيونية في هذيك الفترة تطلب الدعم من السفن اللي في البحر. لا أعتقد إنها سفن، يعني خلينا نكون صريحين، كثير روايات تاريخية بتحكي لك إنه والله سفينة حربية إسرائيلية صهيونية، لا لا لا، هذا كله كلام فاضي. يعني عصابات عندها سفن حربية تجوب البحار، مش منطق. السفينة العسكرية المدمرة اللي فيها مدافع كانت سفينة بريطانية، طلبوا منها المساعدة على أساس تمهد في عمليات قصف على هذه البلدة، والبلدة صغيرة جدا، يعني ما بتحكي عن بلاد، آخر مرة أنا ما بتحكي عن بلاد اللي هي كبيرة وآلاف مؤلفة، لا لا، بالكاد إذا فيها 1000 شخص. أجا الضباط على البلدة هذه وحكوا لهم إنه السفينة راح تمسح القرية عن بكرة أبيها في حالة إنه لم يكن انسحاب من هذه القرية اللي اسمها عين حوض. يا سلام، حتى اسمها حلو. في نهاية الأمر كانت السفينة تحمل قذائف، القذيفة وزنها 250 كيلو، يعني أنا أعتقد إنه قذيفة أو ثنتين راح تدمر البلد، يعني فكرة. ولكن في نهاية الأمر كان قرار إنه تعالوا تنسحب يا جماعة الخير، لأنه إحنا رايحين يذبحونا ودمرونا البلد، يدمرونا ودمروا البلد، ومن الحكمة إنه ننسحب. انسحبوا كل سكان البلد باتجاه الشرق، باتجاه أراضي الروحة، باتجاه أم الفحم، راحوا على جنين، وعلى فكرة جزء كبير من أهل عين حوض موجودين في مخيم جنين، جزء منهم وصل للأردن في مخيمات الأردن في عمان، وما شاء الله هم إلى اليوم موجودين، وجزء من السكان أهل الحوض الأصلية الأصليين اللي مواليد عين الحوض لليوم موجودين. انسحبوا، فكانت انه السفينه بعد ما والعسكر والعصابات الصهيونيه شافت انه اهل البلد انسحبت، فما قصفوا البلد. فكانت البلده فدخلوها فوجدوها بلده جميله جدا، بيوتها الرائعه الانيقه، تصور انه البيت مبني من حجر بشكل جميل ورائع، وحجر الارض، يعني ما يعني زمان ما كانوا يروحوا يجيبوا حجر من منطقه بعيده، لانه فيش امكانيات نقل موجود، يعني فكانوا اللي بده يبني البيت يجيب من الجبل على بعد 100 متر 200 500 كيلو، ولكن وكانت فعلا البيوت هي جزء امتداد للأرض اللي مبنية عليها، امتداد للناس. يعني
سكان عين حود هاجروا باستثناء شخص، الشخص الله يرحمه وصورته معروفة عنه ومعروف هذا الشخص، اسمه أبو حاتم، أبو حاتم حبيبنا، زعيمنا، رئيسنا، صديقنا، معلمنا. يعني أبو حاتم أحكي بينه وبين نفسه، يعني ما فيش حدا يحكي معاه، قال أنا وين بدي أروح، وين بدي هاجر، وأنا مالي ومالي كل هالهجرة هذه. في عندي عمارة عجنب عين حوض، عمارة يعني باللهجة الفلسطينية يعني أرض، وباخذ هالغنمات، باخذ المرأة والأولاد، وبقعد هناك بنستنى ليومين ثلاث أسبوع أسبوعين، الحرب تهدأ، الأمور تهدأ، وبنرجع على عين حوض. شو بده يصير يعني؟ وبعدين القصف والضريب كله ما حدا عارف فيه، أنا بعيد يعني تقريبا 500 متر كيلو متر عن بلدي، برجع ما حدا بعرف فيه، وبين هالشجر وبين هالخضار، وفي مغارة بقعد فيها وببني لي سكيفي. وفعلا هيك اللي صار، أبو حاتم الله يرحمه أخذ هالعيلة، أخذ مرته وولاده، وطلع على العمارة الموجودة في قريبة لعين حوض، وبهالغنمات وبهالشوية الزراعة، والأرض بتعرف تجود عندما تحترمها وتحبها، تجود لأهلها وأصحابها على فكرة. يعني مشان تكون عارف يعني في كرم زيتون جميل رائع، يعني أنا راح أشد شوية على الموضوع اسمحوا لي، لكن في كرم زيتون رائع جميل ورثناه عن جدي، عن سيدي عبد الواحد، اسمه المنزلي. هو على راس الجبل، راس الجبل بتشوف تقريبا 50% من ساحل فلسطين. الزيتون هذا كان غزير، ثماره فيش اجمل منه، احلى منه، الزيت فيش احسن منه. سبحان الله، يوم تصادر صادروا اليهود، صادروا الاراضي ومع الزيتونات. فكانت فتره من معينه انه والله انتوا اخذتوا الارض، خلينا نقطف الزيتون، خلينا نلقط هالزيتون يا اخي، ما خدينا. وفعلا سمحوا لنا فتره معينه نلقط الزيتون، وكان الزيتون استمر بجماله وروعته اللي متعارف عليها. بعد فتره اجانا امر من الكيرن كيامت، يعني الوكيل المسؤول عن الاراضي في اسرائيل، قالوا لا يا جماعه، احنا صادرنا الارض وصادرنا الزيتونات، والزيتونات اللي بدك تلقطهن يعني تقطفهن باللغه الفصيحه لازم تضمنهن، وفي شيء اسمه ضمان عندنا احنا الفلاحين. شو تضمنهن؟ يعني اللي عنده ارض بضمنها، بزرعها وبعطيك اجارك او بعطيك حصتك. ف يعني الارض اخذتوها، جايين بدكم نضمن زيتوناتي انا اللي زرعتهن منكم وادفع لكم. هو يعني هو الدفع كان ايامها رمزي، ولكن يعني كان شيء فوق انه مؤلم، بزعل يعني الواحد بتحملش، بزعل ما بيعرفش واحد شو بده يساوي بعد مرات، فبخبط راسه في الحيط. ولكن سبحان الله، الزيتونات اللي في المنزل نزل الانتاج والثمار تاعها 90%. يا اخي انا ما بعرف، ممكن انه تيجي تحكي لي انه بجوز بطل حدا يعتني فيهم. لا والله احنا كنا ما نعتنيش مثل ما اليوم اجت الكرن كيامت، اليهود هذول جابوا ترك هيك، ترك صغير بحرث الارض، صغير بدخل تحت الزيتون وبحرثها وبرتبها وما شاء الله. ولكن سبحان الله، انا ما بعرف، كل واحد يفسرها زي ما بده وبراحته. انا شخصيا بقول انه الزيتونات عرفت انه ثمارهن وخيرهن انسرك منهن، فخف الثمر وخف الحب عليه على الزيتون 90%. وانا على ما اقول جيد، يعني شيء غريب جدا، وهذه يعني هذا الشيء صار مش يعني مع السيد رحمه الله عليه، سيدي طبعا كان عاصر لهذا الشغل، ولكن هذا الشيء انا عصرته وانا شفته، يعني ما في واحد اجى حدثني وكلي وخرفني لا شايفه حتى اليوم. انه يا اخي لان بيحملنيش، بطلنا نقطف لانه يعني بتروح على الزيتوني فيش اجملها من رائعه وجميله وما شاء الله، بتعطي حب وحبتين لمجرد انه فعلا كان اليهود اخذوا سيطره على الارض، ولكن بعدها اكملوا السيطره. تعرف صاحبها على الزيتون نفسه وعلى الثمار، تعرف صاحبها يعني الزيتون.
انا حسب رايي بتعرف صاحبها، ورغم انه يعني ممكن الواحد يقول لك جماد ومش بعرفش تعرف صاحبها يا اخي. انا ايش بدي احكي لك، ممكن تعرف ايش صاحبها، ممكن انه هذا صدفي، ممكن يكون بسبب، انا عارف مثل ما بيقولوا الكره الارضيه تغيرت والمناخ، الكره ممكن كل شيء وارد. لكن انا حسب رايي، وهذا بيني وبين نفسي، كل واحد بيقدر يفسرها زي ما بده. انا حسب رايي الزيتون والحب والأرض تعرف أهلها، مفيش عليها نقاش. بكل الأحوال نرجع لعين حوض حبيبتنا، نرجع لأبو حاتم سيدنا جميعنا أبو حاتم، اللي هو مثال يحتذى ويقتضى به. أبو حاتم ظلوا فترة طويلة في العمارة، ساكن هو وولاده ومرته وهالغنمتين حليب هالمزروع. العمارة يعني عمارة قصدك فيها ولا ايش؟ لا لا، هو احنا الفلاحين عمارة يعني ارض. اوكي ارض. وين رايح؟ رايح على العمارة. منين جاي؟ منين جاي من العمارة؟ العمارة هو مش شرط عمارة، هو بناء. العمارة هي معمورة بالزرع، بالشجار، مثمر الفواكه والزيتون والتين والصبر، وحتى الارض المزروعة خضروات. فهذا بسموها العمارة الفلاحين. طبعا مش كل الفلاحين نفس اللهجة، ولكن في فلسطين هاي بيفهموها يعني. الكل لو رحت على العمارة، جيت من العمارة بيعرف كتلة الأرن. فظل فترة في فترة معينة، في مش طويل كثير، في هذه العمارة اللي هو أو أرضه. وبعد فترة طبعا أجت العصابات الصهيونية، ومثل ما تعرفوا أن العصابات الصهيونية كانت بعد ما تطرد أهلها وتطرد أصحاب الأرض، تجيب ناس يسكنوا. فيوم دخلوا على عين حوض لقيوها جميلة رائعة، قالوا طب ليش ندمرها، خلينا نستخدم البيوت لأنها بيوت جميلة جدا. وعلى فكرة اليوم يعني للساكنين في عين حوض هم فنانين وممثلين ونحاتين ورسامين، وكل ما يربط الفن بصلة هو بساكنين هناك. ليش؟ لأنه بقول لك هذه المنطقة وجمال المنطقة وجمال البيوت هو بعطيني أفكار وبعطيني جو للإبداع. في كل الأحوال أبو حاتم موجود. أبو حاتم شخص واحد، البلد راحت، فيش انتهينا خلاص، فيش بلد اسمه عين حوض، في شخص اسمه أبو حاتم. أبو حاتم شخص عاش وخلق على الفطرة. طبعا اليهود غيروا اسمها بس، صحيح؟ صارت اسمها عين هود. اوكي، عشان انا ورجيت على المعار. تفضل. إيه. فابو حاتم شخص بيعيش على الفطرة. يعني ما صح انه مش خريج اوكسفورد ولا كامبريدج ولا هارفارد، ولكن الفطرة اللي عاش عليها، العلاقة اللي بتربطه بالأرض، تربطه في كل ما يتعلق بفلسطين، هي هذه كانت السبب. الحمد إن شاء الله، وإن شاء الله راح يستمر في مثل ما بيقولوا الخروج من تحت الأنقاض وظهور عين حوض من جديد. في كل الأحوال أبو حاتم بعد فترة اكتشفوا السكان اليهود اللي أجوا يسكنوا في عين حوض الأصلي، اللي غيروها وصارت إيش؟ صارت عين حوض. اكتشفوا، فشاوروا بين بعض واللجنة الأمنية والضابط المسؤول عن المنطقة، فأحكوا شخص زوجته أبنائه غنمتين، شو بده يأثر علينا يا أخي؟ شو بده يصير يعني؟ مش راح لا يطردنا ولا يهزمنا، لا عسكريا ولا اقتصاديا ولا سياسيا، ولا راح يأثر علينا. يا جماعة الخير احكوا بين بعض هيك بما معناه، خليه، شو بده يصير، خليه. ظلوا أبو حاتم الله يطول أيامها، بنقدرش نقول الله يرحمه، أيامها الله يطول بعمره، حتى إنه كبروا أولاده، زوجوا أولاده، الأولاد تزوجوا، صار عنده أحفاد، حتى أحد أبنائه توفى، فأخذ العاتكو يربي أبناء ابنه المتوفي. أحد أحفاده هذول اسمه سمير أبو الهيجة، هو كاتب ومؤرخ معروف في فلسطين، ويكتب عن تاريخ فلسطين، تاريخ التهجير، وله عدة مؤلفات بخصوص عين حوض، بخصوص جده أبو حاتم الله يرحمه.
كبرت العيله، صارت كبيره، في احفاد وفي احفاد ابناء الاحفاد. ومرت الايام ومرت السنين، وكانت عين حود الجديده اللي هي خرجت من العماره، خلينا نقول بالفلاحه العماره يعني الارض بعيد ابو حاتم. واليوم عين حود فيها ما يعادل 500 شخص، قريه والطرف فيها كانت إسرائيل، وحكومات إسرائيل على مدار سنين ترفض الاعتراف بهذه القرية، ومعنى الرفض يعني لا مي ولا كهرب ولا شوارع. ولكن الحمد لله رب العالمين، بعد مظاهرات وبعد مناوشات وبعد إغلاقات للشوارع وما إلى ذلك وواسطات وبالمليح وبالعاطل، باختصار يعني نروح نروح بالمليح بالعاطل بال فلان علان مداك مدافع مخابط، المهم كيف ما اجت المهم في نهايه الامر تم الاعتراف بعين حوض. الاعتراف بعين حوض يعني مش قصد انه يعني والله احنا كنا ننتظر القصد انه يعني فيها مي، فيها كهرب، فيها شوارع، فيها شارع بوصلها. اليوم تكتب على جي بي اس او على اي شيء بوصلك على عين حوض. واليوم في بلد اسمها عين حوض، طبعا سكانها كلهم على الاطلاق احفاد وأبناء أحفاد وأحفاد أحفاد أبو حاتم، الله يرحمه هذا الشخص اللي كون بلد عين حوض. طبعا هي لا تبعد عن عين حوض الأصلية إلا كيلومتر ممكن يكون أو حتى أقل بعض الأحيان. الملاحظة الأخيرة عن عين حوض، عين حوض الأصلية لشدة جمالها الدخول عليها مش مجاني، يعني إذا تدخل لك تدفع ثمن تذكرة. طبعا الله لا يخلف عليهم، عين حود الأصليين مسموح لهم الدخول على عين هود اللي هي بلدهم الأصلية عين حود مجانا، الله لا يخلف عليهم عين هود، شو بدنا نساوي. ولكن في نهاية الأمر القصة واللي فيها إنه بعيد وبكرر أخرى مرة، الشعب الفلسطيني يقتل ولا يموت، وإحنا مثل الصبر جابوا لنا شجر الكينة مشان يقتل الزيتوني والتيني، فأجى الصبر فطلع أبو عين حمراء. الله يعطيكم العافية. ليش لو بسجر لأنه فعلا الشجرة نبتة الصبر صعب تقتلها إلا إذا أبصر كيف عملت، بشكل عام راح تخرج بعد شتوية في اثنين ثلاثة. وهيك صار في عين حوض، الحمد لله رب العالمين، قاعدة على أرض أبو حاتم جميلة جدا، رائعة جدا، بيوتها كلها على تلة جنوب الكرمل، كل بيوتهم تفتح على البحر كلها دون استثناء، تفتح تشوف البحر قدامك، تشوف السهل اللي بيفصل، السهل اللي هو ما بين الكرمل وبين البحر. وأهلها مشهورين بالطيبة وبالسكينة، لأنهم ممكن أنه يكون عشان هم عائلة واحدة وبيت واحد، وما شاء الله عليهم. وإحنا إن شاء الله رايحين نحاول نعم. سريعا على الخريطة خليني أشرح للعالم اللي حكيته. هاي هي عين حوض الأصلية اللي عاد تسميتها لعين هود، وأعطوها لفنانين يسكنوها، والآن دخولها مجانا بفلوس. وهاي هي عين هود التي بناها أبو حاتم وأحفاده زي ما انتم شايفين، وتظل اسمها عين هود بس عشان تكونوا واضحة عندكم بالخارطة. يعني زهري أنا بدي أقول لك أنت اليوم فعلا زرعت فينا الأمل. تحية والله يرحمه عمنا أبو حاتم ولكل أحفاده ولكل أهل بيت حوض وعين حوض، وإن شاء الله رب العالمين نقدر نروح نشوفها بمعيتك. أنا أحكي لك أبو حاتم له صور كثير، يعني أبو حاتم لأنه توفى مش زمان كثير يعني، ولكن حتى يوم تشوف صورته بتشوف فيه الوقار والحكمة، وفعلا بتشوف صلاح الدين ممكن، أو تشوف واحد مساعد لصلاح الدين. يعني صلاح الدين عن جد أنه المساعد صلاح الدين اللي خلف ما مات، وفعلا هو خلف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظ، الله يحفظ احفاده، وان شاء الله رب العالمين يعني بضلوا ثابتين على الارض، وان شاء الله
بنشوفها على أرض الواقع يا رب. شكرا لك أخ زهري، نراك في حلقة أخرى إن شاء الله. أهلا وسهلا دكتور، وشرفونا، وإن شاء الله إنه دائما نقدر نزرع الأمل فيكم وفي المستمعين تعينكم. إن شاء الله. مرة ثانية نشكر أخ زهري من كنار تي في صوت العرب من كندا، نراكم في حلقة أخرى. سلام للجميع.